دي النظافه حلوه، احنا النيل كنا بنشرب منه، ما كانش عندنا ميه حلوه في الجزيره هنا، يعني قعدنا بتاع 10 سنين في الجزيره بنيين ما في عندناش ميه حلوه، كنا بنشرب من النيل. احنا دلوقتي في جزيرة القرصاية. جزيرة دي موجودة في محافظة الجيزة. لا احنا بقالنا بتاع 25 سنة 30 سنة واحنا في البحر، شغالين في البحر. النيل هو مصدر الحياة لمصر يعني، وللأسف الناس بتعتبر النيل هو صفيحة الزبالة، عشان كده ده خلانا ان احنا نكون بنبتدي نعمل بعض المبادرات. ابتدت بمبادرات فرديه واصبحت دلوقتي مبادره كبيره تشمل عدد كبير جدا من الافراد المتطوعين، وبعد كده الفكره كبرت ان احنا يكون الصيادين هو شريك رئيسي في تنظيف النيل معانا. يعني بطرح الصبح بجيب السمكات وبيعهم ونفطر وننزل، بنجيب شوية البلاستيك، بنجيبهم مثلا 20 كيلو للسدهان اللي نوزنهم على 15 كيلو ناشف، بيحسب لنا حسابهم مثلا 400 500 وبناخدوها، يعني بتساعد معانا برضو المعايش برضو. احنا بنجمع تقريبا 10 طن في الشهر من 60 صياد. العشرة طن دول في الصيف، لكن في الشتاء تقريبا بيتراوح من 6 ل 7 طن. حاجة مهمة جدا ان انا مش بقول للصياد وقف صيد السمك، لكن لا، وانت بتصيد السمك نظف وجمع المخلفات اللي موجودة في النيل. احنا بنلم من النيل كل حاجة ما عدا المعادن، ما عدا الازاز، ما عدا النباتات اللي في النيل. فأي حاجة تانية إحنا بنجمعها. ندخل مرحلة تانية اللي هي كومباكتنج، إن أنا بكبس البلاستيك دوا أو الأزايز على شكل بلات، وبعد كده البلات دي بتروح مصنع في 6 أكتوبر. المصنع ده بيحول البلاستيك بتاعنا لكرات صغيرة كده، الكرات دي بتسافر بعد كده اسبانيا عشان بتتصنع منها خيوط اليارد اللي بتدخل في صناعة البوليستر وصناعة كراسي العربيات وصناعة الكوتشيات والملابس. البلاستيك الأبيض أو الشفاف اللي هو البي اي تي قيمته عالية جدا، وده سهل جدا جدا في الريسايكل بتاعته. البلاستيك الالوان صعب جدا في الريسايكل، عشان كده احنا بنوديه لاحد مصانع الاسمنت في اسيوط اللي بيستخدمه كمصدر للوقود. حاجه مهمه جدا ان المصنع ده بيستخدم كميه فلاتر غير عاديه، وده بيخلينا نضمن انه البلاستيك ده ما يكونش احد مصادر التلوث البيئي. احنا لما ابتدينا نشتغل هنا في الجزيره ابتدينا مع عدد شويه من الصيادين، تقريبا ابتدينا مع 4 أو 5 صيادين بس. لقينا كمان انه السيدات هنا ما عندهمش فرص، ده وجهنا ان احنا نكون بنشتغل مع السيدات، انه نكون بنعمل ريسايكل للاكياس البلاستيك. الاكياس البلاستيك دي بنجمعها من البيوت، من بعض البارتنرز زي بنك الكيس المصري. الاكياس بنعيد تدويرها في صوره منتجات ذات قيمة وذات جودة عالية جدا تتباع بعد كده، لأن أنا بجيب الأكياس بعمل لها زي طبقات أو لايرز كده، بعد كده بكويها طبعا فوقيها ورق زبدة، وبيبقى عندي قماشة أقدر أصنع بيها منتجات زي الشنط، زي الكبات، زي محافظ. فبالتالي حولت الكيس اللي هيترمي في الزبالة دوة لمنتج ذو قيمة، وكمان حققت فرص دخل لسيدات الجزيرة.
تعرف اشتغلنا في الموضوع ده بتاع النظافة والسمكة ابتدت ايه يعني، حتى لو واقفة كده على النيل هتشوف السمكة الصغيرة دي ماشية في المية. الجزيرة كلها بتحب النظافة، الجزيرة كلها عندنا بتحب النظافة، كل العيال والنسوين وكله بيساعدنا. بليه ما بيخليش حد على شط النيل.